السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة هنشرح أفضل 6 تطبيقات للأندرويد لشهر فبراير 2017، وبالتحديد هو الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2017. كنت شرحت حلقتين قبل كده لتطبيقات شهر فبراير 2017، ممكن تلاقيهم في بلاي ليست في الإند سكرين. ونبدأ على طول في الحلقة بعد الفاصل. اول تطبيق معانا النهارده هو مينيمال يو اي. مينيمال يو اي هو من افضل تطبيقات الخلفيات اللي انا شفتها لحد دلوقتي. انت هنا بتزرج بعض الخلفيات اللي انت تقدر تحملها وتقدر تحطها في الهاتف عندك. مثلا خلفيه زي دي هتحملها من هنا وتعملها داونلود بكل سهوله، بعد كده تحطها خلفيه بكل سهوله، تعملها مثلا علامه صح عشان تتحمل، او تعملها هنا سيف عشان تتحمل، لان يعني طبعا هنا بعمل كنسل، وتحطها عادي جدا في الخلفيات بالطريقه العاديه. هتلاقيه نزل فيه عندك في الهاتف، هتلاقيه نزل عندك في الذاكره الداخليه وتحطها عادي جدا في خلفيه الهاتف. ونخش على التطبيق اللي بعده. التطبيق اللي بعده هو ميتر سوايب. ميتر سوايب هو من افضل التطبيقات اللي انا شفتها في الحلقه دي، او اللي انا هشرحها في الحلقه دي، في ان هو تطبيق بيتيح لك انه يعمل لك حاجه زي مثلا، اول بس نديله الصلاحيه بتاعته تمام، وزي ما انت شايف يعمل لك حاجه زي دي كده في التطبيق. وهنا انت بتحط بعض التطبيقات هنا في المكان ده، ولكن التطبيقات دي مش موجوده دلوقتي. طبعا دي الحركه دي في الاس 7 ايدج والاس 6 ايدج والنوت 4 ايدج او النوت ايدج عموما، كل الهواتف اللي فيها ايدج، النوت 7 ايدج وكل الحاجات دي. فزي ما انت شايف الحاجات دي يعني انت ممكن تستخدمها بكل سهوله، لكن عايز تضيف اكتر من تطبيق او تضيف تطبيقات تانية زي الفيسبوك والحاجات دي، فانت محتاج ان يكون التطبيق ده برو. فالتطبيق ده مش برو، فانت ممكن تحمله من على جوجل، فانا مش هقدر احط لك اللينك في الديسكريبشن النسخه المهكره منه عشان ده مخالف للقوانين. فانت ممكن تحمله من على جوجل، ان شاء الله هتلاقيه متاح بكثره، فانت ممكن تحمله وممكن تشوف انت الاعدادات دي، لان الصراحه مش فاهم فيها اي حاجه. فانا كل اللي اعرفه ان انت زائد هنا في النسخه البرو وبتضيف التطبيقات اللي انت عاوزها بكل سهوله. ونخش على التطبيق اللي بعده. التطبيق الثالث معانا النهارده هو هيكسي لانشر. هيكسي لانشر هو بيحول لك جهاز بشكل كامل لشكل غريب جدا ومميز جدا. فبكده انت مثلا انت كده حولت كل حاجه لهيكسي لانشر. زي ما انت شايف دي التطبيقات، مثلا انا اخترت مثلا كميه التطبيقات دي. انت هنا ممكن تتحكم في التطبيقات نفسها، انت عايز اي تطبيقات موجوده، يعني انت هنا تعمل اديت للابس وبتختار التطبيقات اللي انت عاوزها، وبكده تكون حاططها في هيكسي لانشر. هيكسي لانشر الصراحه تطبيق يعني متميز جدا في الخلفيات الخفيفه جدا. ممكن تروح تفتح اي حاجه وترجع لها بكل سهوله زي فيسبوك او اي حاجه، زي ما انت شايف بكل سهوله. هنا انا اقدر اتحكم في اللي هو المالتي تاسكينج عن طريق الزرار البصمه، فانا بقدر اتحكم فيها بالشكل ده. فالصراحة التطبيق ده ممتاز جدا، فانت ممكن تستخدمه. زي ما انت شايف شكله جميل جدا. ونخش على التطبيق اللي بعده. التطبيق الرابع معانا النهارده هو والي. والي هو افضل تطبيق انا شفته لحد دلوقتي لعمل الخلفيات. تطبيق ممتاز جدا في الخلفيات. زي ما انت شايف التطبيق فيه اقسام كتيرة جدا، اقسام كتيرة جدا 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 للخلفيات. ممكن تختار اي قسم، مثلا اختار قسم الفضاء. زي ما انت شايف بيجيب لك هنا الريسنت، الحاجات اللي لسه نازله قريب، اللي لسه منشوره قريب، وحاجات البوبيلر. بوبيلر يعني الحاجات الشعبيه الاكثر تحميلا والاكثر لايكات، فانت بتختار دي وبتختار دي. هتقول لي يعني ايه لايكات؟ هو التطبيق ده فيه لايكات؟ اقول لك ايوه، تطبيق انت ممكن تخش فيه بحيث انك بايميل وتخش اكنك ديزاينر وبتنشر فيه كل الحاجات اللي انت بتصممها من خلفيات. بتعمل هنا ساين اب وبتخش في التطبيق بكل سهوله عادي جدا كاي تطبيق تاني. و يعني وبتعمل سيت از وول بيبر او تحميل للوول بيبر من هنا في كلمه داونلود، او سيت از وول بيبر وتحملها عادي جدا. ونخش على التطبيق اللي بعده. التطبيق السادس معانا النهارده هو اول سوشيال ميديا. اول سوشيال ميديا هو تطبيق ممتاز جدا جدا جدا، بحيث ان هو بيجيب لك كل السوشيال ميديا اللي انت في دماغك او اللي انت تتخيلها في تطبيق واحد. زي ما انت شايف هنا في القائمه دي، ثانيه عشان الاعلان بس، زي ما انت شايف هنا في التطبيق كل اللي انت عاوزه من سوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، انستا، سناب، يوتيوب، مش عارف ايه، كل بنترست، كل حاجه انت عاوزها هنا. يعني كل حاجه تتوقعها هتلاقيها هنا وبشكل جميل جدا. زي ما انت شايف فيسبوك زي فيسبوك لايت بالظبط، وحاجات بسيطه جدا جدا جدا، فانت ممكن تستخدمها بكل سهوله. تويتر، اي حاجه انت ممكن تستخدمها في التطبيق ده. عشان ما نطولش في الحلقه وما تعديش ال 10 دقايق، فهنخش على التطبيق اللي بعده. اخر تطبيق معانا النهارده هو فلوتينج ابس. فلوتينج ابس هو افضل تطبيق في الحلقه، واستراحة تطبيق ممتاز جدا ان هو بيقدر يجيب لك
مالتي ويندوز لكل التطبيقات تقريبا، لكن في النسخه البرو، في كل التطبيقات في النسخه البرو، لكن النسخه العاديه فانت ما تقدرش تتحكم فيها غير في بعض التطبيقات فقط. اما النسخه البرو فانت ممكن تجيب اي عدد تتخيله من التطبيقات المميزه زي فيسبوك بقى الاصلي واليوتيوب الاصلي برضو، يعني هنا في يوتيوب زي ما انت شايف، فيسبوك بقى الاصلي والحاجات الاصليه اللي ممكن تستخدمها بكل سهوله. فاعتقد ان ده تطبيق ممتاز فانت ممكن تستخدمه وهيعجبك جدا ان شاء الله. النسخه البرو انت ممكن تلاقيها ان شاء الله على جوجل، فمش هقدر طبعا انزلها لان ده مخالف للقوانين. هنا عندك ترانسليت، فيديو بلاير، عندك ستوب ووتش، سيرش ويكيبيديا، سيرش جوجل، بينت، ميوزك بلاير، لانشر. ايه اللانشر ده؟ بيجيب لك بعض التطبيقات كده بتقعد تتحكم فيها زي ما انت شايف، تختار منه تطبيق يعني. تمام فهمت. واكتف ويندوز هنا في الحاجات الويندوز اللي انت عاملها زي ما انت شايف، تطبيق ممتاز جدا جدا جدا. واي فاي مانجر الحاجات دي كلها في النسخة البرو. وبكده تكون انتهت التطبيقات النهاردة، ونخش على التقييمات. تقييمات الحلقة بتاعت النهاردة هو مينيمال يو اي هديله 7 من 10، ومتر سوايب هديله 8 من 10، وهيكسي لانشر هديله 8 من 10، ووالي هديله 9 من 10، لان الصراحة تطبيقات او يعني خلفيات، كمية خلفيات كبيرة جدا 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 وممتازة جدا جدا جدا. اول السوشيال ميديا هديله 9.5 من 10، هو يعتبر افضل تطبيق في النهاردة. وفلوتنج ابس هديله 9 من 10، اول سوشيال ميديا هديله 9.5 من 10، هو الاعلى، لان اول سوشيال ميديا بيجيب لك كل التطبيقات اللي انت عاوزها في نسخة بسيطة جدا، وبنسخة بحجم 2 ميجا فقط. 2 ميجا فقط بيجمع لك كمية سوشيال ميديا مش طبيعية، يعني اكتر من 30 تطبيق انت ممكن تنزلهم، لا ده في تطبيق واحد وحجمه 2 ميجا بس، يعني حتى ما جابش حجم الفيسبوك لايت. تمام. فالصراحه تطبيق ممتاز جدا. وفلوتنج اب زي ما قلنا 9 من 10، الصراحه التطبيق ممتاز جدا جدا جدا. فلوتنج اب التطبيق ده يعني زي ما انتم شايفين يا جماعه، ان هو تطبيق بيجيب لك الخلفيات بشكل ممتاز جدا، مش خلفيات اقصد يعني اللي هو المالتي تاسكينج. وزي ما انتم عارفين ان كان في تطبيق قبل كده اسمه مالتي تاسكينج ويندو، التطبيق ده برضو كان بيعمل نفس الحركه دي، ولكن ما بيبقاش فيه كل التطبيقات، كان بيبقى فيه تطبيقات معينه بس. وفي النسخه البرو كان بيضيف فيها الفيسبوك والفيسبوك واليوتيوب وتويتر فقط، ولكن التطبيق ده يسمح لك بكل حاجه انت عاوزها، ممكن تضيف تطبيقات. فاعتقد ان هو تطبيق ممتاز جدا وممكن تستخدمه. وبكده تكون انتهت حلقه النهارده من قناه مستر بومتك. يا ريت لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو واشتراك في القناه لو كنت اول مره تشوف حلقات مستر بومتك، وتابع البلاي ليست بتاعه شهر فبراير 2017 من تطبيقات من افضل التطبيقات. كان معكم مصطفى من قناه مستر بومتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Take a body's high.